عايز تعرف تستثمر فلوسك ازاي؟ معاك محمد المحروي من اي اف جي هيرمس. هقول لك خطوه بخطوه هنستثمر ازاي. اول حاجه عايزين نعرفها هو ليه استثمر وايه اهميه الاستثمار. اول حاجه الاستثمار ده بيجي منين؟ اول فكره خالص انت بيبقى عندك كاش او اكسس من الفلوس زياده معاك مش عارف تعملها ايه زياده عن حاجتك للاستخدام الطبيعي بتاعك دي. فبتفكر الاول حاجه ان انا هبقى عايز استخدم الفلوس دي بعد فتره، بس في نفس الوقت عندي شويه مشاكل. بتبقى خايف ان انت تلاقي القيمه الشرائيه بتاعتك راحت، او ان انت عايز تستثمر الفلوس دي تدخل لك دخل ثابت، او ان انت عايز تبقى بتحاول ان انت تعمل بروسبريتي ان انت يبقى عندك فلوس كتير فتبدا مستواك المعيشي واللايف ستايل بتاعك كله يتحسن. فعشان كده دايما احنا بنبص على ان انت دايما الاستثمار هو انت بتضحي في فتره من الاوقات بالاستهلاك الحالي ليك للفلوس عشان شايف ان في هدف قدام احسن. وزي ما قلت لك اهم ثلاث حاجات داخل الاستثمار، لازم اول حاجه ان انت تحافظ على ان انت تبريزيرف الكاش بتاعك في اوقات معينه، او الاستثمار او الكابيتال بتاعك راس مالك. الهدف بتاعك ان انت في الحاله دي بتبتدي تمسك القوه الشرائيه بتاعتك، بتحاول تحافظ على القوه الشرائيه بتاعتك. فبعض الاحيان ان انت ممكن في اوقات الانفستمنتس في بعض الحاجات اللي فيها فرص ما بتبقاش احسن حاجه، دورك الاساسي ان انت تحافظ على راس المال. الحاجه الثانيه اللي الناس بتحاول تحط فيها الفلوس بتاعتها ان هي تدخل لها عائد دوري. العائد الدوري ده يساعدها في حياتها المعيشيه، مثلا عايزه تعمل اقساط، عايزه تعمل تعليم لاولادها. الحاجه الثالثه اللي في ناس كتير بتحاول تعملها ان انت تحاول ان انت تعمل ارباح راس ماليه كبيره بحيث ان انت تماتش او توصل لك لطموحاتك اللي انت عايز تعملها. على سبيل المثال عايز تشتري بيت، عايز تشتري عربيه جديده، عايز تسافر بره، عايز تعلم اولادك في حته مثلا ثانيه تعليم افضل. فدايما بتحاول هي بتسمى البروسبريتي ان انت تبقى ازدهار لحالتك الماديه واللايف ستايل بتاعك. الفيديو الجاي هكلمك على اول خطواتك اللي هي الدايفرسيفيكيشن وايه اهميتها والبنفيتس بتاعتها.